السلام عليكم. هلو، اليوم جينا لواحد المنطقة كيقولوا ليها أوشيوارا. جينا لواحد البارك، جبنا الوليد يلعب شوية. أنا نعمركم باركات هاد قاعد المدة إن شاء الله اللي غادي نكون هنايا في الهند. غادي نوريكم بالضبط هنايا في بومباي الباركات ديالهم كاملهم اللي نقدر نصور لكم. ودابا نقول لكم الاسم ديالو. هذه هي الدخله ديال هذا البارك. هذا هذا هو الاسم ديالو. انا نوريكم الدوره كاملها كيفاش داير هنايا. نجيب بكم واحد الدويره هنايا هنا هذا البارك، شوفوا كيفاش داير. شوفوا هنايا الوليدات دايرين بلاصه تاع الوليدات فين يلعبوا. ها انتم شوفوا معايا النخيلات صغيرات، هنا هما اصدقائي كيمشاو عليا. عباد الله هاللي جالس هاللي ها منين جيت انايا. هادوما الباركات ديال الهند ديالهم. واحد يجيب دويرة معانا ساتو يتريني ولا يجيب الوليدات يلعبو. ها الزعلولات الكرسي. عباد الله كل واحد مشغول شاغلين راسهم. ها ان شاء الله كاين الطريقة من هنا. واقيلا يكونوا داخلين هما لديك الجهة. معاد عزيز عليه يتخبى. هانتوما شوفو هاد النخيلة كي دايرة هنا. شوفو هاد الديور، هاد العمارة مقابلة مع هاد البارك. هاتشوفو هنايا كي داير. منين جيت الناس كيجيو في هاد الوقيتة هادي مورا العصر. هانتوما كبير ما شاء الله، بارك كبير. شو واحد البلايصه هنايا فين دايرينها باش تستراحوا. دارقة شو هاد الشجيره كي دايره، هاد النخيله سبحان الله العظيم فيها الحموريه الجدع ديالها. تديروا ليهم وليد تعطيهم تاع هاد البطاقات هادو. هانتوما قراوهم يكونوا احترموا بعضياتكم. قراو معايا شنو كاتبين ليهم. يعني حتى واحد ما يتخاصم مع شي حد، يعني كاتبين لهم الاحترام التام اللي خاصو يكون هنايا. واجا هاي فايف فين مشيتي ما لقيتكمش. شوف هاد البليشه شحال زوينه تيتبردوا فيها واش جيرات. ها هو شوفوا الطريقه. وان بارت زكيا بيكو ذير ا بيست ذير بيست انيمالز جو ذير اون انت جو ذير ماما. شوفوا الديور ديالهم كيفاش دايرين. انت جو ذير ماما ماما وير هي هي بعد دي كلوز ات اي هير فروم هاد البلاصه. بلاصه هنا كيترينيو فيها لونترينمون. هاد البلاصه تاع عاوتاني فين يلعبوا الدراري الصغار. فين تيغسلوا الايادي ديالهم من يساليو من اللعب ولا اللي بيطو الضا. وهذا المرحاض ديالهم ها هو ديري لهم هنا مرحاض. راه هو ديال هذا ديال البنات وهذا ديال الاولاد.
هنا فين دايرهم يغسلوا يديهم. شو هاد الشجره كي دايره سبحان الله العظيم، هادي قديمه تتبان قديمه هاد الشجره. شوفوا معايا الجذوره ديالها، هادي تاع الوليدات. هاديك البلاصه قال لك جا اليوم النحل، النحل وحابسين الدراري الصغار يلعبوا هنايا حيت هاد البلاصه جا ليها النحل. هانتوما عاد عندك عاوتاني هاد البليصه، ها الوريدات. ها الوريدات، جريده نقيه ما شاء الله، اغلبيه الجرادي عندهم نقيين. ها انتما عاوتاني هذه طريقه اخرى في الوسط ديال البارك، هذا البارك الوسط ديالو. هاد الشجر كي دايرين العروق ديالهم قدام. هانتوما شوفوا هاد الشجيره شحال زوينه، نقربها. وهنا الوسط، هنا الوسط كاين الماء. هانتوما شوفوا بعض المرات كيجي البط هنايا هاد البلاصه، بعض المرات كيجي ليها البط. ها هي خاويه خاويه صافي. هيا بلايص اخرى عاوتاني، هذه اللي فيها هاد القنيطره صغيره هكا، وهادو هما الباركات ديال بومباي هكا دايرين. الواحد يجي يستراح فيهم شويه. او هادشي اللي قدرت نصور لكم اليوم. راو 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 شدو. ها هما الناس البلاد، الناس كيجيو كيديروا السبور، كيجيبوا وليداتهم كيستمتعوا ليا مع راساتهم. كل واحد لاش كيجي كاين اللي كيجيب. فين مشى عليك؟ فين هو؟ لا ما كاينش تما، لا ما كاين. اجي نشوف واش كاين هنا. الناس جالسين تيستراحوا ديك مع راساتهم. شاد الشجيرات كي دايرين. ها انتما شوفوا الشجيرات الا جالسه في الجونجل. الجونجل هذا، شوف الشميشه، حنا ديما مع الغروب، باقي الغروب ولكن بدات الشميشه كطيح. ها منين جيت انايا من هاد البلاصه. يو فايند هيم، انا كيلعبوا الغمبيضه. ها نو الديور ديالهم شكل اخر. سيهم شو هاد البلاصه مظلمه سبحان الله العظيم. عرفتي هنايا هاد البلايصه هادي بارده هنا لداخل بالحق، هنا في الداخل. شوفوا الشجر ديالهم شحال قديمه هاد الشجره هادي. شوفوا لي الجذر ديالها، ها هو ها هو الجذر. Thank you.
رخيصه هذه وبارده بارده. ايوا صافي هاني جبت فيكم هاد الدويره هذه في هاد البارك هذا شيق زوين بارد كيتبرد فيه بنادم كيدير فيه سبور بنادم كيجي يرتاح فيه بنادم. ارا ما يدار هنايا ها انتما هايلا شافها مو عاد يقطع. لا انا بعيده عليه. هاي 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 يو هاي هاد الشجره طايحه بحال هكا ما عرفت واش هكا طيحه الصهد ولا بوحدها. ايوا صافي والداخل راني وريته لكم كانت دويره زوينه خفيفه نوريكم هنايا بومبا كيفاش دايره الشميشة هاي تطل. وهنايا واحد البلايصه دايرين فيها هاد الوريضات بغيت نوريكم الورود كيفاش دايرين ثاني انا على الورود كنحماق على الورد الورود الوريضات. وهاد البارك هذا ممنوع ممنوع تجيب معاك شي كليب نو بيت اور انيمال اي حيوان ولا شي كلب عندك ما تجيبوش لهنايا لان كاينين شي باركات اللي ديال الكلاب يعني عندهم الحق في هادشي لان الواحد جاي هنايا باش يجيب دويره ماشي باش يبدا حاضر راسو فين تيحط رجليه. يعني هاد القضيه انا عجباتني بحال الشكل اللي في المانيا فاش كنت ساكنه فيها حتى هي دايرين لي بارك اللي مختصين ديال الكلاب ولي بارك اللي مختصين ديال الناس اللي بيجيبوا دويره اللي بيجلسوا يستراحوا يشموا الهواء النقي ماشي يشموا الرائحه الكريهه. ها انتم شوفوا الوريضه شحال غزولين هنايا. بغيت نوريكم هاد البطاقه هادي اللي دايرينها من اجل الناس الكبار في السن ديالهم يعني الا شفتي شي راجل ولا مراه كبيره تخلي ليها الكرسي هذوك الكراسه اللي كيتزعلوا بهم راه هما يعني واحد الاداب والاحترام. تنتمنى هادشي يكون في اي بلاصه العالم كامل كنتمنى هاد القضيه هادي يعني شفت بزاف البطاقات في هذا البارك هذا شي قوانين زوينه فيه يعني تيعجبني هذا البارك النقاوه والاحترام فيه كاتبين حتى خاصك تحترم البعض الاحترام البعض حتى هو كاتبينها وش لا حوايج يعني الواحد ماشي غير يجي هنايا معول على معول على خزيت الكرسي ديالي ما دياليش هذا غنشوفوا هاد البطاقه الاخرى شنو كاتبين فيها الزعلوله ما لقيت حتى شي كرسي نتزعل فيه اليوم. كلهم دونات هاد البطاقه كاتبين لك ما تقيش الورد هادي ديال الورود يعني ما تقيس ليهمش الورد ديالهم و لي بلونت اللي دايرين هنايا هادشي اللي دايرين هنايا لان كيخسروا عليه الفلوس ماشي باش الواحد يجي ينتفو يحيدوا ليهم يخسر ليهم الدنيا. هنا كاتبين هاد البطاقه هادي قالك ما تمشيش فوق الربيع هادي كاتبين ما تمشيش فوق هاد الربيع هذا يعني ما كانش في العلم ديالنا ولكن ماشي هذا الربيع ما مشيناش فيه مشينا في هذاك اللي لهيه يعني ما مشيناش فيه. هادو الكراسه ديال الحجر ها هما لي بلونت اللي قالك ما تقيسهمش ليهم الشيء اللي دايرين هنايا لان كيخسروا عليه الفلوس ماشي باش الواحد يجي ينتفو يحيدوا ليهم
يخسر لهم الدنيا. ها سبور الناس سبور هجر ما كاين شي كروسي شي كرسي ما كاين شي الهضره تلفات ليا ما كاين شي كرسي خاوي ما كاينينش الكراسه خاويين. وهاد البطاقه قال لهم ما تكميوش وما تدفلوش حاجهكم. بلعاني تعرضت ليها شتا كتجرب قبيله من لهي وانا نجي تعرضت ليها من هنا يعني القلب الصافيه ما عندهم مشكلش ما عندهمش المشكل زيرو مشكل. انا اصبر انا كل شيء هكا باش تلقاوهم هما عندهم الرشاقه الرشاقه راه ماشي هكاك عندهم هما سبحان الله العظيم هكا دايرين كيتحركوا ما جالسينش في الدار حتى تيخمروا. كنتمنى يكون عجبكم هذا البارك كيف ما كيعجبني انايا ان شاء الله. غادي دائما فين ما مشيت شي بارك هنا في بومباي غادي نوري لكم حيت هما ما عندهمش شي حاجه من غير لي بارك ولي ريستورون ولي مول. يعني هنا ما يمكنش الدوري كيف ما بغيتي كيف ما حنايا عندنا في المغرب الدوري هكا في الشارع. هنا عندهم البوبيلاسيون كثيره بزاف داكشي علاش كنحاول نصور لكم على الاقل واحد الحاجه زوينه اللي كتعجبني هنايا وهي الواحد ملي كيبغي الراحه ديالو على قد الله كبار الادم كيدوي. كنصور لكم البلايص اللي البنادم تيجي تلقى راحته كيدير سبور كيجيب له وليدات يلعبوا يعني بليصات اللي اي واحد يقدر يجي لهم ويستراح فيهم. عندك بحال لي بارك او لي مول او الواحد الا بيمشي ياكل شي حاجه في شي ريستورون ولا شوبينغ ما كايناش شي حاجه من غير هاد الاشياء اللي تقدروا ديروها هنايا في الهند. يلا خليتكم على خير. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش او في الحلقه القادمه ان شاء الله. سلامه الله حافظ باي. Oh, 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 oh